صرنا لمساحتنا الاجتماعية، العمل التطوعي والإنساني. اليوم رح نحكي طبعا عن أنشطة فريق عطاء التطوعي وحملة رح ننجح اثنين، مكملة مسيرتها بدمشق والمحافظات السورية. أكيد لنحكي عن تفاصيل هالحملة معنا الدكتورة راما عدنان زريق، سفيرة النوايا الحسنة. صباحك خير. يا صباح النور. صباح النور. يسعد صباحك دكتورة راما. يعني دائما هيك من خلال لقاءاتنا معي بيكون في شيء جديد، بيكون في مشاريع جديدة. اليوم نحن رح ننجح، يعني رح ننجح اللي كانت أبصرت النور مو من جديد هي، ولكن عم تتطور. كملنا هيدا الحملة، خلينا هيك نحكي عنها لمشاهدينا، نرجع نعرفهم عنها. طبعا حملة رح ننجح كانت هي هديك السنة، بلشنا فيها بريف دمشق، فتنا على المدارس اللي هي فعلا كانت كثير بحاجة لهذا الموضوع، لأنه كانت بداية رجوع عودة للأطفال للمدارس بريف دمشق. كان في مدارس أكيد كانت واقفة عن العمل تماما، فنحن فتنا وعملنا نشاط مع طبعا تقديم الحقائب والقرطاسية. حسيت انه هي كثير كنا بحاجه، نحن فعلا ما قدرت هذيك السنه انا اغطي كل المناطق بريف دمشق، فحبيت ارجع عيدها بس بمدارس جديده بمناطق شوي مختلفه. فتت على منطقه طبعا نفسها زبدين زملكه، فتت عليهم بس بمدارس كانت هلا راجعه اعاده بناء من جديد، وفتنا عليها وقدمنا طبعا عملنا نشاط ومع تقديم الحقائب والقرطاسيه. حبيت غطي هلا مساحه اكبر لانه نحن اليوم بحاجه لهذا الموضوع، بحاجه فعلا ان احنا نكون التعليم هو الاساس عنا من ضمن اهداف التنميه المستدامه، فحبيت تكون انا اول ان شاء الله تكون اول الناس اللي بلشت فيها. يعني رح ننجح اثنين، هل فيها ميزات عن الحملة الأولى؟ خلينا نحكي دكتورة، إضافة عن التشاركية مع وزارة التربية، يعني حكيتي نقطة كتير مهمة. اليوم نحن أهم شيء أنه نعزز أماكن الجهل بالنور والعلم، وتعزيز كمان حالة الطلاب، لأنه بنعرف أنه في حالة اقتصادية شوي سيئة عند معظم العائلات، خلينا المهجرة من بيوتها وهلأ رجعت. فاليوم قديه مهم هذا العمل الإنساني وتشاركية وزارة التربية مع بهذا الموضوع؟ طبعا هلأ من خلال قناتكم بدي أتشكر عن جد وزارة التربية متمثلة بالدكتور دارم طباع، مشكور كثير لانه كثير قدم تسهيلات، جدا جدا تسهيلات حتى كمواصلات، هو كان ضمن فريقنا وضمن اللي كل موجودين فاتوا معنا، مع طبعا اكيد مديريه التربيه دمشق وريف دمشق كمان مشكورين. كثير كان في فعلا تعاون، لانه نحن اليوم هذا اهم شيء عندنا، نحن اليوم التعليم عندنا نسبه كبيره كثير من الاطفال اللي عن جد متسربين من المدارس، اللي هي العقليه تبع انه انا بدي روح للأعمال اليدوية أو المهنية اللي هي بتطلع لي المصروف، لأنه الوضع الاقتصادي صار صعب. فنحن اليوم بحاجة لنوجه هدول الأطفال. أنا مشان هيك ركزت بهي الفعالية على الصف الأول. الأطفال اللي لسه ما فاتوا على المدرسة أنا كيف بدي شجعهم، فعملنا نشاط وقدمنا له حقائب مدرسية لحتى يكون بس نوع من التشجيع انه هذا الطفل يكمل، لانه احنا عن جد بحاجه نحن اليوم لهذا الموضوع. مشان هيك انا ركزت بالفعاليه على موضوع الاطفال وصف الاول تحديدا. اكيد انا قدمت قرطاسيه للمرحله الابتدائيه كلها، بس انا ركزت على صف الاول. ليه؟ كان هو صف الاول لانه انت بدك تشجعي هذا الطفل. نحن ليك المشكله، نحن عندنا مو بس من الاطفال، نحن عندنا مشكله بالاهالي، انه هذا ابني لا يلا انا بدي ضل صف الثاني وثالث وبعدين انا بدي خليه ينزل على السوق. يعمل اي شيء يطالع مبالغ او يساعد الاهل. فانا كنت ضد هي الفكره، انه لا نحن بنشجعهم، نحن فينا نفوت على الاعمال اكيد ونروح على اعمال يدويه، بس يكون التعليم هو الاساس، يكون في عنده قاعده من الثقافه والتعليم بعدين يروح يعمل اللي بده اياه. صح. فانا بدي اشجع هذا الطالب، لانه في كثير طلاب انا من خلال فوتي على المدارس صف الاول كثير كانوا خايفين ومرعوبين وعم يبكوا، والاهالي في منهم ما عم يبعثوا اولادهم، يعني في تشجيع من المدارس ومن الاداره بس الاهالي ما عم يبعثوهم، وخاصه هي شفتها بريف دمشق. نعم. بالمناطق ريف دمشق كانت موجوده بنسبه كبيره كثير. فانا كيف بدي اشجعهم لهدول الاطفال حتى يعني هن يعني وقت انا عملت النشاط هن انبسطوا بالنشاط اكثر ما ينبسطوا بالحقائب، يمكن الاهل انبسطوا بالحقائب بس هن انبسطوا بالنشاط وقت انا عم اقدم لهم نشاط وفعاليه وشيء ترفيهي طبعا. حلو. تعليمي بنفس الوقت.
فيعني انا لقيت كثير في فرق وانبسطت كثير لانه رحنا على اماكن فعلا كثير من الناس قليل اللي عرفت هي المدارس اللي هي فعلا بحاجه. نعم، يعني من دمشق وريف دمشق الانتقال الى المحافظات السوريه وتحديدا حمص وحما، شو المشروع اللي عم تحضروا له هلا بالمحافظه؟ هلا انا كمان فعاليه رح ننجح انا عم كملها حلو بحمص، هلا رحنا على مدرستين وهن فعلا كمان بريف حمص كثير كانوا بحاجه. امتدادا لحما منطقه مصياف كمان عم حاول كمان اقدم هلا الاسبوع الجاي حنبلش فيها ان شاء الله. فيعني هي امتداد على وقت طويل كثير، حتكون فصل اول وفصل ثاني ان شاء الله. اكيد يعني حلو الاختيار الاولويات بكل محافظه انه المدارس الاكثر حاجه ان الشرائح الاكثر حاجه حتى لهذا الموضوع، وخاصه يعني عم نستهدف الارياف اللي هي بتكون احيانا يمكن اقل وعي باهميه التعليم، وخاصه انه نحن اليوم بسوريا خسرنا مصطلح التعليم الالزامي. صح. مثل ما قلتي صار في تسرب بسبب الحاله الاقتصاديه، وممكن هلا عم ترجع شوي الامور هيك بهمه. صح. الفرق التطوعيه، خبرينا اليوم كمان عن يعني خططكم المستقبليه، نحن عم نشوف دائما عطاء عم يعمل شيء تنموي حتى يعزز المشاريع، ان كان لو انه بدعم التعليم او مشاريع ثانيه، فخبرينا شو هلا محضرين؟ هلا هي في مشاريع كثير اكيد، بس هلا انا الهدف الثاني بموضوع هي يعني تنميه معنى التطوع. شو يعني تطوع؟ هي كثير مهمه وانا كثير عم شوف انه في اقبال كثير كبير من الناس. هي التشابكيه بين الدوله وبين المجتمع المدني كثير مهم، نحن اليوم بحاجته. صح طبعا، كثير نحن بحاجته دائما اليوم بحاجته. وكثير انا بركز عليه لانه انت ما بتتخيلي هذا الشعور قديش حلو وقت اللي انت بدقوا لك متطوعين وانهم بس بدهم يتطوعوا، هن مو اخذين اي اجر، هن بس عم بيروحوا عم يشتغلوا عم بينظموا. فانا هلا رايحه على مبدا دورات تنميه للمتطوعين، رح ابلش فيها ان شاء الله الاسبوع الجاي ان شاء الله. حيكون هيك مثل يعني دورات بالتعاون مع اليو ان، حيكون في مدربين حيدربوا هدول المتطوعين. انا هذا كثير بهمني لانه هي الفئه نحن كثير بحاجه نشجعها. صحيح. ببلاد برا دائما عندهم هي المسؤوليه الاجتماعيه بالشركات الكبيره بالدوله بالمؤسسات الدوله كلها موجوده. انا اليوم حابه اشتغل بهي القصه تكون هون موجوده، نعمل نشاط بس انا كمان يكون في عندي مسؤوليه اجتماعيه، هذا المتطوع يحس انه هو له دور بهذا المجتمع. وقت اللي بيروحوا بيرجعوا مبسوطين انا هذا الشيء بيبسطني. فانا رح قوم بالتنميه المستدامه وروح على اهداف التنميه المستدامه اللي هي طبعا اقرتها الجمعيه العموميه للامم المتحده، وحتى نحن هون يعني مركزين عليها ومشجعين عليها. فحقوم بهي الدورات طبعا اكيد في فعاليات الثانيه. انا لا اتجاهي بعد المدارس للجمعيات. يعني نحن في كثير جمعيات بحاجه كثير للدعم. صحيح. حتى كاطفال يعني هلا انا رحت على جمعيات بالست زينب، رحت على جمعيات، انا كنت من اسبوع بقدسية هي جمعيه نور الخيريه للايتام، كمان عم نقوم بهذا المبدا. يعني امتدادي مو بس للمدارس كمان للجمعيات، ان شاء الله اكون هيك قادره اغطي قد ما فيني من الجمعيات يا رب اكون انا موجوده فيها. نعم، يعني يا راما يمكن هيدي الجهود المبذوله دائما ل مثل ما بيقولوا نحن بمرحله تنمية، بمرحلة إعادة إعمار، إعادة بناء جيل. يمكن إذا بدنا نبلش من المدارس فنحن عارفانين كيف بده يطلع هذا الجيل. يمكن كثير أحلام دمرتها الحرب، تفاصيل معينة وذكريات كانت موجودة على حيطان هيدي المدارس، ولكن نحن اليوم برح ننجح، قدرنا هيك نعيد شوي ولو هيدي الذكريات ولو جزء بسيط. جزء بسيط، قديش كان في تفاعل من ما رح نقول بس الكادر التدريسي، من الاهالي، من ايضا الطلاب اللي هن بيحسوا بهذا الموضوع اكثر. انت ما بتتخيلي هي الفرحه وقت بتشوفي يعني كانت اللي وقت تفوت على المدارس الاداره المدرسين والكادر والمديره هن سعيدين اكثر من الطلاب، والاهالي سعيدين اكثر من الطلاب، لانه انت بس تشوفي هي الفرحه هيك الطفل هنا مبسوطين وهن عم يرقصوا، انت ما بتتخيلي هذا الشعور قديش حلو. العطاء ما فيك توصفيه لحتى عن جد تكوني على الارض وتشوفي هي البسمه. يمكن مو شغله ماده ابدا، هي شغله معنويه، هي كثير معنويه انه في حدا عم يتذكرهم، في حدا عم بيقدم لهم، في حدا عم بحسهم انه في عطاء ممكن يكون هذا العطاء من دون مقابل. صحيح. فهي احلى شيء، فانا هي لمست على الارض، مشان هيك انا مستمره بهذا الموضوع ان شاء الله. حيكون طبعا اكيد لسنوات ان شاء الله اذا طبعا الله قدرني يا رب. ويكون عن جد يكون في اكبر عدد من المتطوعين ليدخلوا بهذا المجال.
يعني هو كمان يمكن دكتورة لتعزيز التكافل الاجتماعي اللي نحن هلا كثير بحاجته بين الشرائح السورية، بظل كل شيء عم نمرق فيه، وتنمية الإنسان هي من أسمى الأهداف. خلينا نقول هو الإنسان هو أساس بناء المجتمع، أكيد عم نلاحظ. والطفل هو يعني هو النواة للمستقبل. تمام. إذا نحن اليوم أطفالنا بشكله 50% هن بالمستقبل 100%، فأنت يا بتبنيه بطريقة صح، يكون بتعليم، يكون بتطوع، بمسؤوليه المجتمع، يفهم دور يفهم دوره بالمجتمع. المتطوع بالاخير هو متطوع، ما حدا جابره انه يدخل بهذا الموضوع، بس دوره ومسؤوليته الاجتماعيه عم توصل لهي المرحله. بتمنى الكل، يعني انا عندي متطوعين من المدرسه عم يطلبوا انه يدخلوا ضمن هذا الفريق ويدخلوا بهذا الموضوع، قديش حلوه. فانت هذا التشجيع يعني بيعطيك شوي دافع تشابكيه مع مؤسسات الدوله. نعم. أكيد يعني بدنا نقول لك شكرا على جهودك، وأكيد الله يقويكم كفريق تطوعي اليوم عم تعززوا تنمية الإنسان وخاصة الطفل، وأيضا تنمية مجتمعية حتى ننهض بسوريا الحبيبة. يعني إن شاء الله المستقبل أحلى، أكيد وإن شاء الله. تمر هالأيام الصعبة على الكل على خير بجهود كل العالم الطيبة. أكيد شكرا لك. إن شاء الله شكرا لكم كثير، شكرا لقناة الأخبارية. أهلا وسهلا فيك دكتورة رامع عدنان زريق، سفيرة النوايا الحسنة، يعني نورتي صباح لليوم، موفقين بكل مشاريعكم وكل اعمالكم، ان شاء الله يا رب هيك بلدنا بترجع مثل قبل واحلى كمان. ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. ان شاء الله.